بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في عرض جديد من عروض قناة نخل المعرفة ووتر تريتمنت. قبل ما نبتدي نحب نقول ان العرض بتاع النهاردة والعرض اللي بعدين ان شاء الله هيتناول موضوع جديد شوية ما تكلمناش فيه، كنا دايما بنتكلم عن المعالجة. المرة دي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا داخل محطات معالجة المية، وهي الترمبات او المضخات. فالكورس ده او مجموعة العروض دي بتتكلم عن الترمبات، عن التركيبات، وهنتكلم ان شاء الله عن التشغيل كمان. لكن بحب اقول ان كنا احنا بنتكلم فلينا ريفرنس، هو محاضرات كورس بامبس اند بامبنج ستيشن بتاع جامعة تيو دلفت الهولندية. ريفرنس لينا الكود المصري طبعا، ريفرنس لينا الهيدروليك انستيتيوت، الكتب بتاع الهيدروليك انستيتيوت اللي هو بيحط المواصفة بتاع الترمبات في امريكا، وكمان كتاب بامب هاند بوك، كتاب ظريف جدا واكاديمي، وعندنا كمان كتاب اسمه نو اند اندرستاند سنتريفيكال بامبس، وده كتاب فني ظريف جدا ومهم وعملي قوي. كمان عندنا كتالوجات شركة فليجت هنستعين بيها برضو خلال العرض بتاعنا. هنتكلم على ايه النهاردة؟ النهاردة هنتكلم على مشكلة اهتزاز الترمبات، ودي مشكلة شهيرة جدا جدا وموجودة في محطات كتيرة جدا. احنا هنبصرها بطريقة مختلفة شوية. هنقول ايه هي المشكلات دي، مشكلة اهتزاز الترمبات ايه اسبابها. هنتكلم على توزيع الترمبات في محطة الرفع، هنتكلم على قاعدة الترمبات، الترمبة القاعدة الخرسانية بتاع الترمبة، هنتكلم عن التثبيت الميكانيكي والتثبيت الكيميائي، وهنوصل بعد كده للخلاصة اللي بنوصلها في نهاية كل عرض. طيب احنا هنتكلم النهاردة عن مشكلات اهتزاز الترمبات، وده كان السبب الرئيسي في ان احنا بنعمل العروض دي. العرض ده كانت عمل مخصوص عشان كان في مشكلة منتشرة جدا في محطات كتيرة عن ان الترمبات دايما فيها مشكلة فايبريشن عالية جدا جدا. طب ايه اسبابها؟ اسباب اهتزاز الترمبات يا اما ان في تركيب خاطئ متركبة غلط، او ان التشغيل غلط، او ان مفيش اتزان للموتور مع الترمب. كويس. طيب ايه النتائج بتاعت المشكلة دي؟ المشكلة ان كانت او اللي اظهر المشكلة دي ان كل الترمبات عمالة بتاكل بلي، البلي كل شوية يفرط ويتغير، بتاكل كمان اللي هو الحشو، مشاكل على طول في الكبالن، كل شوية الكوبلن بيتكسر. المشاكل لما بنروح نعاين بنلاقي ان في دايما درجة حرارة مرتفعة في الموتور، مشاكل في اللي ايه في المواتير وفي الامبير اللي سحبات ترومبا، مشاكل كتيرة. طيب غير ده، غير الاثر البيئي السيء جدا، انك انت دايما بتسمع دوشة عالية جدا، استهلاك كهرباء عالي جدا، حرارة عالية جدا، يعني مشاكل كتيرة جدا. طيب احنا بقى المرة دي هنحب نبص للمشكلة دي بطريقة مختلفة. دايما لما بيبص للمشكلة دي على طول يقول لك ايه، طب شوف الاتزان الترومبة او اللي ايه، او ان كان مسامير القاعدة متثبتة صح ولا غلط، او مربوطة كويس ولا لا، وهكذا. طب احنا هنبص بطريقة تانية. اولا نبص على توزيع الترومبة في محطة الرفع، يعني اللي اوت بتاع محطة الرفع. ده السلايد بتاع جامعة تيو دلفت كورس بامبس اند بامبنج ستيشن. زي ما شايفين ان من ضمن الشكل او لي اوت المطلوب دايما ان يكون انسيابي، يعني الترمبات لما بترمي في خطوط الطرد ما بترميش ضد بعض او عكس بعض او تعاوق بعض، كل الترمبات بترمي خطوط الطرد كلها بشكل انسيابي في اتجاه واحد، بحيث ان نقلل من ان ايه الترمبات تبقى ترمبة شغالة وترمبة تانية بتضغط ضدها، فده بيرد على الترمبة الاولانية وتبقى ايه في مشكله في الايه في التشغيل، تسمع صوت عالي جدا جدا، وممكن يبقى حاصل دايما في السريان في تربلنس عالي جدا بسبب ان الترمبات شغاله جنب بعض على التوازي.
زي ما انت شايفين الصور دي من محطات، وزي ما انت شايفين ان كل الترمبات خطوط الطرد بتاعتها رابطه على الهيدر اللي كلهم بيرموا فيه، لكن مش مستخدمين التي كونكشن حرف الت، لا مستخدمين الواي كونكشن. في كل الواي كونكشن في اتجاه سريان خط الطرد، يعني خط الطرد ماشي في اتجاه، فكلهم بيرموا بحيث ان كل الميه ماشيه في اتجاه واحد. الكلام ده بيخلي سريان الميه احسن، ويخلي الترومبه بتشتغل بطريقه احسن وتطلع ميتها بدون اي معوقه. يعني لو الترومبه دي بترمي ميتها وقدامها 3 ترومبات بيرموا في نفس الاتجاه، ما يبقوش بيرموا ضدها، لا بيرموا معاها. دي محطه ميه ترومبه، محطه ترومبات عكره في محطه ميه في هولندا. زي ما انتم شايفين الترومبات كلها خارجه منها خطوط الطرد كلها فيرتيكال تيربين بامب، والترومبات كلها خطوط الطرد كلها طالعه ب واصله بواي كونكشن على الهيدر. زي ما انتم شايفين دي محطه رفع صرف صحي برضو. زي ما انتم شايفين هي دي الدراي بيت او البياره الجافه، الترومبه بتسحب من البياره وترمي، وكلهم بيرموا جنب بعض لكن ما بيروش بته كونكشن، كلهم بيرموا بواي كونكشن زي ما انتم شايفين. نفس الكلام دي محطه ميه برضو، الترمبات جنب بعضها على التوازي، لكن رغم كده بيرموا في اكتر من هيدر، لكن كلهم بيرموا باستخدام الواي كونكشن مش التي كونكشن. انا بقول الحكايه دي مهمه جدا، الاستخدام ده بيخلي توزيع الميه كويس، خروج الميه سهل من الترمبه، وما بيعملش اي مشاكل بالنسبه للتشغيل. او تلاقي تقول لك الترمبتين لما اشتغلوا مع بعض بتلاقي ان في دايما التشغيل بيأثروا على بعض. طيب تاني حاجة، مكان الترومبة في محطة الرفع، ده حاجة مهمة جدا. مكان الترومبة لابد ان يكون بيسمح بالحركة، العمال شغالين يتحركوا حوالين الترومبة، يقدروا يعملوا الصيانة، يقدروا مثلا يغيروا الحشو، يقدروا يصينوا الترومبة، يفكوها او يركبوها تاني بدون اي مشاكل. يعني مثلا السبليت كيس بامب او الترومبات اللي هي المشقوقة النصين افقيا، الترومبات السبليت كيس دي لما بتتفك بتتفك هي في مكانها، لكن الاجزاء بتاعها بتطلع رأسي، فبالتالي لابد ان يكون ليها مكان فوقيها فاضي، وسهل جدا ان يكون في ونش يركب. لو هي ترومبة كبيرة وتقيلة يبقى ونش ممكن يركب وان هو يسحب الاجزاء دي بسهولة. لو ترومبة ايفوليوت او ترومبة اللي هي الافقية اللي هي اند سكشن، ممكن جدا انها بتتفك، بتبقى لما تفك بتفك افقيا، يبقى لازم المساحة الافقية جنبها واسعة، وسهل جدا ان احنا نتحرك ونفك الاجزاء دي او نركبها تاني. زي ما انتم شايفين ادي ترومبات في محطة رفع. زي ما شايفين المساحة قد ايه، قد حوالين ترومبة، المساحة واسعة جدا سهلة، الترومبة بتتفك افقيا، فالمسافة الافقية متاحة جدا ليها. دي ترومبة سبليت كيس زي ما شايفين، لما بتفك لازم في فوقيها مكان الونش فوقيها اهو، وبيرفع الكيسة او النص الفوقاني بتاع الكيسة، وزي ما شايفين ناس شغالة حواليها 3 4 ممكن يكونوا 5 مثلا حوالين ترومبة في منتهى البساطة، كل حاجة بتتعمل في الترومبة والناس مستريحة جدا، مفيش حد اسمه مثلا متني او حد ان هو بيشتغل في ظروف صعبة، لا الموضوع لازم يكون سهل لإجراءات الصيانة. دي حاجة مهمة جدا في محطة الرفع. طيب نتكلم على التركيب بقى. الترومبة دي لما بتحط او المضخة لما بتركب، بتركب على قاعدة خرسانية. القاعدة الخرسانية دي لها شروط. طيب هي طبعا لها شروط، وهنقول الشروط اللي مذكورة في الهيدروليك انستيتيوت وفي الكود المصري. خدوا بالكم الصورة اللي قدامنا دي، الترومبات دي مركبينها الانجليز في محطة محطات البحيرة. خدوا بالكم الشاسيه الترومب محطوط عليه حجمه قد ايه. زي ما شايفين الشاسيه كبير، القاعدة الخرسانية اللي احنا بنقول عليها شوف حجمها قد ايه. مهم جدا جدا ان الشاسيه الشروط بتاعته ان هو يكون كبير وتقيل وزنه، بحيث ان هو يكون سبورت جامد للترومبة والموتور، وان هو يقدر يمتص الاهتزازات بتاعته. يبقى أول حاجة عايزين شاسيه كبير كويس بالنسبة للترومبة. كل ما كانت الترومبة أكبر، كل ما كانت بتحتاج شاسيه أكبر عشان وزنه يبقى أتقل ويعمل لها السبورت الكافي ليها. طيب شايفين الشاسيه قد إيه؟ دي ترومبة
رأسية. الترومبة الرأسية دي ليها شاسيه زي ما انتم شايفين، كمر حرف اي زي ما انتم شايفين، حاجة تقيلة جدا وكبيرة. لكن انا عايز نلفت نظركم كمان لحجم اللي هي القاعدة الخرسانية. القاعدة الخرسانية كبيرة عالية، مش واخدة مساحة كبيرة صحيح، بس هي عالية، فبالتالي حجم القاعدة الخرسانية كمان كبير. طب ده ليه شروط؟ ايوه ليه شروط. دي محطة هي السلايد اللي فاتت دي كانت الترومبة تركيبات شركة دي جرامون الفرنسية. دي اليابانيين بقى، اليابانيين في محطة هي عاملين مركبين الترومبات زي ما انتم شايفين كده، ترومبات العكرة. ادي منظر الترومبة، شايفين القاعدة الخرسانية قد ايه، شايفين المساحة، خدوا بالكم المساحة اللي حوالين الترومبة قد ايه. ده معناه ان اللي هيجي هيشتغل هيبقى مستريح جدا، هيبقى مفيش عنده اي مشكلة ان هو يقوم بالصيانة وهو مستريح. لكن متخيلين القاعدة كمان اللي انا عايز ابص لكم عليها، شوف شايفين القاعدة قد ايه، حجم ضخم جدا. دي القاعدة، عايز اقول لكم حاجة تانية، خدوا بالكم ان القاعدة فيها لونين مختلفين، لون فاتح بره ولون غامق حوالين الشاسيه. تمام، اللون الغامق ده اللي هنتكلم عليه بعد كده اللي هو اسمه الجراوت، ماشي. وبرده ده من ضمن الشروط الخاصة بالتركيب. لكن انا بلفت نظركم، بصوا كويس للترومبة دي حجم القاعدة الخرسانية قد ايه. ادي كمان ترومبة مركبينها الانجليز في محطة دمنهور. ادي الشاسيه زي ما شايفين ضخم جدا وعالي، القاعدة الخرسانية كمان كبيرة نفس الكلام. انا بتكلم على الترومبات الطاردة المركزية، لكن مفيش مانع ان احنا نقول ان حتى الترومبات الترددية البستن بامب برضو، حتى ترومبات الشابة محتاجة قاعدة خرسانية تمنحها من الاهتزاز، قاعدة خرسانية قوية وتقيلة وكبيرة بحيث انها تمنحها وانها من الاهتزاز وتمتص الاهتزاز اللي خارج من الترومب. ادي محطة العبور وادي التركيبات اللي فيها زي ما شايفين، القاعدة الخرسانية والشاسيه اللي راكب عليه ترومب تشبع، حاجة ضخمة جدا. طيب دي ترومبة في محطة في هولندا، شايفين طبعا الشاسيه ضخم ما شاء الله، ضخم كبير جدا. الترومبة كمان القاعدة الخرسانية بتاعتها كبيرة، بقية القاعدة الخرسانية تحت الأرض، مش دي كل القاعدة الخرسانية. لكن عايز نقول لكم خدوا بالكم إن الشاسيه مرفوع شوية عن القاعدة الخرسانية، مرفوع حوالي 2 سنتي 3 سنتي، مرفوع على شيمز أو لاينات، مرفوع رغم إنها متثبتة، لكن برضو مرفوع مش ملامس القاعدة الخرسانية. ليه؟ لأن المفروض في خطوة بعد كده اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي جراوتنج أو إضافة الجراوت للقاعدة. طب من تاني، شايفين ادي برضو ترومبة رأسية زي ما شايفين القاعدة الشاسيه بتاعها ضخم قد ايه. انا بلفت نظركم ان انا احيانا كتيرا احنا بنجيب الترومبة لوحدها والموتور لوحده ويتركبوا على بعض نعمل لها شاسيه، الشاسيه بتاعنا لازم يكون ضخم، يكون كبير وتقيل عشان يمتص الاهتزاز بتاعها. لما تيجي الترومبة بالشاسيه بتاعها ناخد بالنا انها دايما الشاسيه ده المفروض ان هو يكون كبير كافي ان هو يكون سبورت للترومبة والموتور. طيب تعال نقوله بقى ايه الشروط. اول حاجة لابد ان القاعدة الخرسانية اللي هتركب عليها الترومبة انها تكون افقية ما فيهاش اي ميول، ده شيء طبيعي جدا. حجم الوزن حجم القاعدة الخرسانية ده ممكن نحسبه ازاي؟ نحسبه الشرط اللي في الهيدروجين ستيوت قايله وفي الكود المصري، بيقول ان وزن القاعدة الخرسانية بيكون 5 امثال الوحدة. يعني ايه 5 امثال وزن الترومب والموتور؟ هما مكتوبة ايه الاجزاء الدوارة، ماشي، يعني وزن الاجزاء الدوارة، يعني الترومبة بتلف والموتور بيلف، اللي الحاجتين دول وزنهم كام؟ ممكن بيكون في كتالوج بتاع الترومبة والموتور الوزن موجود، تضرب الوزن ده في 5 تعمل حسابك ان القاعدة الخرسانية بتاعتك لابد انها تكون وزنها من 5 ل7، ها 7 امثال وزن الترومبة والموتور. طيب ودي تتحسب ازاي؟ اقول لك انت ممكن تحسب الوزن، الوزن بيساوي الحجم في الكثافة، كثافة الخرسانة بنحسبها 2.3، كويس كده تعرف انت حجم القاعدة الخرسانية. الطول والعرض ده بتحدده المساحة المتاحة ليك في محطة الرفع، لكن الباقي فين؟
بقية الحجم تحسب منه الارتفاع، وبالتالي تحط القاعدة خرسانية ارتفاعها طولها وعرضها طبقا للحسابات اللي انت بتحسبها. بعد كده بتحط الشاسيه على القاعدة اللي احنا اتفقنا عليها، قاعدة خرسانية خرسانة مسلحة. القاعدة الخرسانة المسلحة بتاعتنا أفقية تماما ما فيهاش أي ميول، بيتحط عليها شاسيه، لكن بينها وبين بينه وبين القاعدة بيكون حوالي من 2 ل 4 سنتي مرتفع شوية. الشاسيه محطوط على لاينات، وبعدين بتثبت بمسامير التثبيت. الشاسيه بتثبت بمسامير التثبيت في القاعدة الخرسانية. في البامب هاند بوك بيقولوا ان المفروض المسامير بتاع التثبيت بين كل مسمار ومسمار يكون يعني في حدود 60 سنتي، بين كل مسمار ومسمار، يعني ما نحطش مسامير. احنا بنقول المسامير بيكون فيها مسافات، لكن مثلا ما نحطش مسمار بينه وبين المسمار التاني مثلا 2 متر، لا كده مسافة بعيدة جدا. بين كل مسمار والتاني حوالي 60 سنتي. طيب وبعدين لازم المسامير التثبيت اللي احنا بنستخدمها تكون مناسبة، يعني حجمها وطولها وقطرها، نوع المسامير كمان احنا بناخد بالنا. لو المسامير دي الترمبة هتركب اوت دور يبقى ممكن جدا تتعرض للصدى، فلازم تكون مثلا مختارة مسامير ستانلس. لو هي المسامير دي هتركب في اندور، فبالتالي المسامير العادية ما فيهاش مشاكل انها تركب عندنا. نوع التثبيت نفسه اللي احنا بنتكلم فيه، المسامير نفسها ازاي بتثبت المسامير في القاعدة الخرسانية، طبعا هنجيب الرسمة دلوقتي، لكن كمان لازم نكون واخدين بالنا ان سطح القاعدة الخرسانية بيكون خشن، عشان بعد كده احنا بنصب الجراوت. بعد ما نحط الشاسيه ونثبت المسامير بنصب جراوت، والجراوت ده زي ما انتوا عارفين هو نوع زي الاسمنت بيتشرى من شركات الكيماويات، بتشتري الشكارة مش غالية ولا حاجة، لكن الجراوت ده بتخلطه وتصبه على ما بين داخل الشاسيه وحوالين الشاسيه، زي ما شفنا في السلايد بتاعت محطة هيهيا، يعني حوالين الشاسيه وداخل الشاسيه بتصب الجراوت. الجراوت ده نوع من الخرسانة اللي هو أو نوع من الأسمنت اللي هو تقدر تقول فيه مرونة، بيمتص الإيه الفايبريشن. ادي الصور من كتاب البامب هاند بوك ومن الهيدروليك انستيتيوت مانيوال اللي بيتكلم على الانستوليشن بتاع طرمبات الطرد المركزيه. زي ما انتم شايفين كده في الصوره اللي تحت، صوره ازاي يتثبت المسمار التثبيت الخاص مع الشاسيه. هنا حاطين مواصفه، قال لك ايه؟ قال لك ان في صاموله بتتحط داخل الخرسانه المسلحه، وحوالين الصاموله دي في سليف او ماسوره، بحيث ان الجويت لما بيركب بيكون سهل انك انت تفكه او تركبه وتحطه تاني، ما يكونش الخرسانه ماسكه فيه، واخدين بالكم؟ وكمان تلاحظوا ان في الشاسيه موجود، وتحت الشاسيه في مسافه، المسافه دي مكتوب عليها جراوت او الماده اللي احنا بنضيفها عشان تمتص الاهتزاز، كويس؟ طبعا الكلام ده، طبعا الموضوع او الكتالوج ده، الشروط دي قديمه جدا محطوطه من زمان، لكن انا احب اقول ان الكلام ده دلوقتي اتغير. احنا ممكن جدا نثبت الترومبه بطرق تثبيت تانية احدث واسهل. الصوره اللي في النص عندنا صوره صب الجراوت، زي ما شايفين الجراوت بتصب داخل الشاسيه، ها، وكمان بتصب حوالين الشاسيه. الجراوت ده اللي هو الماده اللي بتمتص الاهتزاز، تمام؟ طيب ازاي نثبت بقى دلوقتي؟ حاليا ممكن نستخدم في طريقتين، في تثبيت ميكانيكي اللي هو مسامير الاكمون اللي احنا كلنا عارفينها، فيشر زي المسامير فيشر كده، ولكنها بتكون حديد وفي منها ستانلس. المسامير دي بتشتريها بتلاقي على المسمار مكتوب رقم ام 12 او ام 24، الرقم ده هو رقم الدريل او البنطه اللي انت هتحفر بيها التقب في القاعده الخرسانيه. المسامير دي بتتركب ازاي؟ نشوفه بالتفصيل دلوقتي. ادي المسامير زي ما شايفين، ادي الجزء الفوقاني ده هو الفيشر اللي بيكبر. بنعمل دريل الاول، بنحفر بنتقب القاعده الخرسانيه على المقاس اللي احنا مكتوب على المسمار، وبعدين نحط المسمار زي ما شايفين اهو. ادي عملي، ادي خدي بالك ان هو بيثبت شاسيه ستيل ستراكشر كبير جدا جدا. بيثبته ازاي بقى؟ حاجه طبعا ضخمه، عايز تثبيت جامد،
بيعمل بالهيلتي الاول، بيحفر بيعمل مكان التقب، وبعدين بيحط المسمار زي ما شايفين، بيدقه بالشاكوش يثبته، وبعدين بيربط الراس بتاعته. لما بيتربط بيبتدي يفتح الفيشر بتاعه جوه ويمسك في الخرسانة. ده تثبيت قوي جدا، وزي ما شايفين بيستخدم للمعدات الميكانيكية، وبيستخدم كمان للشاسيهات او الستيل ستراكشر الكبير. نوع تاني من التثبيت اسمه التثبيت الكيميائي. هو احنا احيانا في محطاتنا بيسموها مادة زرع الاشاير. يعني بنعمل ايه؟ بنيجي في الخرسانة وبنيجي بالهيلتي ونعمل ثقب بحجم الجويط اللي احنا هنركبه، وبعد كده بنحط مادة كيميائية في الثقب ده، والجويط بتاعنا بنركبه، واحنا بنركبه بنلفه سواء كان بشنيور او بالايد، بحيث يخش جوه الايه المادة بتاعتنا الطرية جدا دي. بعد بنسيبها مدة معينة، كل مادة بتستخدم في اكتر من شركة بتنتج يعني، وكل مادة بيكون ليها وقت، يقولك لا تقعد نص ساعة، في ناس يقولك ساعتين ثلاثة. المهم بعد ما تثبت الجويط، خد بالك ان هو في المكان اللي انت محدده متثبت، هتلاقيه بقى جزء من الخرسانة تمام. بعد كده تربط عليه وتثبت عليه في منتهى السهولة. خلينا نبص نشوف الكلام ده. زي ما انت شايفين اهو، المادة دي في منها بيبقى صوابع، وفي منها بيبقى بتعمل انجكشن زي انبوبة السيليكون. بعد كده بيتحط الجويط، وبعد كده بعد فترة معينة زمن بيتثبت. في منها زي ما انتم شايفين مادة زي كده، ده بيبقى انجكشن زي انبوبة السيليكون، وفي نوع تاني صوابع زي عمدان كده صغيرة حسب قطر المسمار اللي انت هتركبه. زي ما انتم شايفين اهو بيعمل بالهيلتي، شايفين بيثبت ايه؟ بيثبت السيل ستراكشر ضخم جدا، بيتقب بالهيلتي الأول، وبعدين لازم مهمة جدا وخطوة مهمة جدا جدا، ان هو بعد ما يتقب ان هو ينظف المكان كويس جدا من التراب عشان يقدر الحاجة تمسك في الخرسانة، يحط المادة دي وبعدين يمسك الجويط ويركبه. زي ما شايفين كده في ادابتور بيخلي الجويط يركب على الشنيور، وبعدين يجي ايه حطه. بعد زمن معين نص ساعة او ساعة حسب المادة نفسها، بيبتدي يربط ويثبت كأنها جزء من الخرسانة. يبقى زي ما شايفين كده احنا خلاص جبنا القاعدة الخرسانية، عرفنا حجمها، القاعدة الخرسانية خرسانة مسلحة حجمها قد ايه عملناها خلاص وحسبناها. القاعدة دي شروطها انها تكون افقية مفيهاش ميول، بتكون خشنة عشان نعرف نصب الجراوت. نحط الشاسية على ارتفاع 2 لـ 4 سنتي تمام، من القاعدة الخرسانية، مرفوع بلاينات. نبتدي الشاسية بيكون فيه تقوب اللي بنثبت بيها في القاعدة الخرسانية. التوب دي بنبتدي نثبتها في القاعدة الخرسانية بواسطة مسامير التثبيت الميكانيكية الأكمن، أو بالتثبيت الكيميائي زي ما احنا شايفين. طيب حاجة مهمة جدا، إن الترومبة لما بتيجي على الشاسيه بتاعها بيكون الترومبة والموتور مربوطين مع بعض، فاحنا المفروض بعد ما نحط الشاسيه نتيجة النقل لازم نراجع كده الاتزان متزن أو لأ. بعد كده بنبتدي نوصل الترومبة أو مسامير السحب والطرد على الترومبة. بعد ما نثبت الترومبة نعمل تانية تشيك تاني على على الاتزان أو ضبط الاتزان الموتور مع الترومبة. بعد كده احنا بكل ده بنعمل اتزان، لكن لازم نكون فاهمين ان مسامير القاعدة ما بتربطش ربط نهائي لغاية ما يتصب الجراوت، وبعد كده بنربط تمام. الجراوت لما بيتساب 48 ساعة على ما ينشف، وبعدين احنا رابطين مسامير القاعدة كده تمام. شوفوا احنا كل ده لسه ما عملناش حاجة، ما تكلمناش على تركيبات خطوط السحب وخطوط الطرد، لكن خلينا نقول حاجات ملاحظات. احنا بنحتاج نعمل اللي هو بنسميه الضبط الاتزان او الالايمنت. الالايمنت ده لازم يكونوا فاهمين ان احنا بنعمل الالايمنت الموتور على الترومبة وليس العكس. في ناس كتيرة جدا فاهمين ان احنا بن 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 بنعمل الضبط الاتزان للترومبة، فاحنا بنظبط الترومبة على الموتور. لا، الترومبة بتتثبت في مكانها، وبعدين مواسير السحب والطرد بتتوصل لها. يعني بتيجي المواسير، نجيب المواسير نوصل المواسير للترومبة مش العكس. وما نجيبش الكلام ده على العاصي يعني بالعافية
وتبقى الترومبه مشدوده من ناحيه السحب ومشدوده من ناحيه الطرد. لا، ده لازم كل ده يكون مستريح جدا، المواسير مستريحه وجايه، وتركب على ابوه زي ما بيقولوا، ويربط المسامير مواسير السحب والطرد، وتتثبت المسامير دي كويس جدا. وبعد ما نعمل كده نبتدي نخلص ربط مسامير السحب، مواسير السحب والطرد، نبتدي بعد كده نوصل الموتور او نظبط الموتور على الترومبه، او نراجع الالاينمنت بتاعه. طب ايه اللي بيساعدنا في كده؟ تلاحظ دايما ان في دايما اللاينات او الشيمز اللي بتستخدم في رفع الموتور او ظبط اتزانه بتكون دايما في الجزء بتاع الموتور. يعني مفيش شيمز، مفيش لاينات بتحط على الترومبه، الترومبه نفسها بتكون مباشره على الشاسيه. ده حاجه مهمه جدا. ممكن زي ما شايفين في الصوره كده في مسامير بتستخدم كجاك عشان بتسحب الموتور يمين او شمال، او تعدله او تظبط اتزانه افقيا او راسيا. يعني خدوا بالكم في الصوره اللي تحت دي، الموتور هنا عليه مسمارين، واحد عباره عن صاموله متثبته في الشاسيه وراكب فيها مسمار، المسمار ده لما يتربط هيزق الموتور ناحيه الشمال. في نفس الوقت في مسمار تاني ورا الموتور، لما المسمار ده يتربط هيزق الموتور تدريجيا، حاجه بسيطه جدا، لقدام. يبقى في مسمارين كده، والناحيه التانيه هتلاقي برضو مسمارين تانيين يظبطوا برضو يمين وشمال. يعني قصدي ان في مسامير جاكس دي بتكون وسيله لدقه الربط، انت بتربط المسمار لفه كامله هتحركه جزء صغير من الملي عشان يظبطه. طيب حاجه تالته ايه؟ ان انت عندك هنا في المسمار الموتور المتثبت ده بمسمار، وفي جنبيه ثقب فاضي. الثقب الفاضي ده بتاع ايه؟ الثقب الفاضي ده بيتحط فيه مسمار ويتربط فيرفع الموتور لفوق. يعني لما يتربط تحتيه مفيش حاجه، ما بيربطش في حاجه، لكنه هو بيدقر في الشاسيه، فلما بتربط يجي يبتدي ايه؟ يرفع الموتور يمين لفوق لاعلى شويه. وفي زيه في كل ايه؟ في كل اجزاء تثبيت الموتور في الشاسيه. دي حاجات بسيطة جدا لما بتعملها بتسهل لك عملية الظبط. انت عايز تجيب الموتور يمين شوية، عايز تجيبه شمال شوية، عايز ترفعه لفوق، عايز تنزله لتحت. ده الاسلوب. طبعا بعد ما بترفع بالمسمار اللي بنتكلم عليه اللي هو بيرفع الموتور لأعلى، احنا نحط لاينات تحت الفيت او تحت رجل الموتور عشان تظبط لنا الاتزان. طبعا عملية ضبط الاتزان دي قصة تانية عايزة لها يعني عرض لوحده، لكن بنقول ان في اساليب ممكن انت بتعملها في الشاسيه بتاعك بحيث تسهل لك عمليات ضبط الاتزان. ادي برضو نفس الكلام، ادي المسمار راكب مرابط، والمسمار التاني مش مربوط. ليه؟ لانك انت لما بتربطه بيبتدي يرفع الشاسيه بتاع الموتور فوق شويه. زي ما انت شايفين ده برضو في محطه من المحطات اللي مركباها الشركات الانجليزيه. طيب الخلاصه، احنا بنقول الخلاصة ان احنا التركيبات دي حاجة مهمة جدا جدا. ده اول جزء بنتكلم فيه، ان شاء الله في جزء تاني. الجزء الاولاني اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة اتكلمنا فيه على ايه القاعدة الخرسانية، اتكلمنا فيه على توزيع الترومبة في محطة الرفع، اتكلمنا على شروط مكان الترومبة في محطة الرفع شكلها ايه، وزن الشاسيه ووزن القاعدة الخرسانية حاجة مهمة جدا جدا. كمان عايزين نقول ان مهم جدا ان احنا نعرف ان انت لازم ترجع للشروط القياسية والمواصفات القياسية للتركيبات. يعني انا هنطلب ترومبة، فلما يجي يطلبها على شاسيه معين انا بنحط في المواصفة بتاعتي انا عايز الترومبة دي بالحجم الفلاني، وزن الشاسيه، شروط التركيب لو كان المقاول هيركب، نحط المواصفة اللي انا عارفها انها صحيحة عشان نقدر نستلم بعد كده ترومبة شغالة ما تتعبنيش في التشغيل قدام. بعد سنين ما نبتديش نقول ايه، بعد ما اشتغلت مثلا حوالي 3 4 شهور ابتدت فيه اهتزازات والاهتزازات تزيد، ونكتشف بعد كده ان الشاسيه ده كان عبارة عن خوص حديد رفيعة، وان ايه، ان القاعدة الخرسانية مش كافية لامتصاص الاهتزازات، او ان المقاول مشى من غير ما يعمل جراوتنج للشاسيه مع القاعدة الخرسانية. كده نبقى احنا وصلنا لنهاية العرض الاولاني من اصول تركيب ترومبات الطرد المركزية. اتمنى منكم التواصل على القناة ووتر تريتمنت نوليدج ترانسفير شانل.
ومن خلال الإيميل الموجود على الشاشة. أنا بشكركم شكرا جزيلا، وتمنياتي بالتوفيق للجميع.